صعيد على الحدود اللبنانية الشمالية لإسرائيل والجنوبية طبعا في لبنان، قصف إسرائيلي مكثف لبلدات الجنوب. ده بيخلينا نتساءل، هل يمكن أن تتورط لبنان في هذه الحرب، أن تخفف الضغط بعض الشيء على جبهة غزة؟ أسئلة كثيرة جدا بتدور حول إدخال جبهات جديدة في الصراع مع إسرائيل. معانا على تليفون اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، نتعرف معاه على تفاصيل أكتر. دكتور صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ منى، صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. دكتور، لما نيجي نحط توصيف لما يحدث على حدود لبنان والمناوشات العسكرية اللي احنا شايفينها موجودة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، نقول ماذا يحدث الآن؟ ما يحدث هو استمرار لما هو موجود الآن في غزة، عملية ردع معنوي لما كل ما هو موجود على هذا الاتجاه، على هذه الجبهة اللي بالنسبة لإسرائيل تبقى الجبهة الشمالية، وبالتالي حتى يعني تمنعهم من تطوير هذه الاشتباكات وهذه الأحداث على هذا الاتجاه، حتى تتفرغ تماما إلى غزة لتحقيق هدفها التي لم تتمكن من تحقيقها حتى الآن، وفشلت فيها فشلا ذريعا. وأنا أعتقد أنها كانت معلية سقف هذه الأهداف جدا ولن تحققها يعني. وده واضح جدا في هذا الوقت، وبالتالي فتح جبهة جديدة لها هو برضو يعني باستنزاف آخر لقدرات وإمكانيات الجانب الإسرائيلي على هذا الاتجاه، وأعتقد أن ده برضو مش هيكون مناسب للحلفاء لهم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. طب سيادة اللواء، يعني حسابات حزب الله أو حسابات لبنان في الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل كيف تقرأها؟ وهناك تصريحات يعني وردت على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي بالأمس أنه إذا دخلت لبنان فستلقى بيروت مصير غزة، كيف يمكن قراءة الحسابات الداخلية في لبنان؟ الحسابات الداخلية في لبنان تستبعد تماما عدم الدخول في مواجهات مع إسرائيل أو إدارة عمليات على هذا الاتجاه. إنما الجانب الإسرائيلي بيتكلم هذا الكلام من منطلق خبرات سابقة له في التعامل مع هذا الاتجاه، واستخدامه للقوات الجوية هيكون بكثافة كاملة على لتدمير برضو البنية الفوقية والتحتية وخاصة في العاصمة بيروت. ولكن هو العمل الرئيسي اللي موجود الان بالنسبه له هو في اتجاه الجنوب، اتجاه حزب الله. حزب الله يمتلك من الوسائل ومن الامكانيات والاسلحه التي يمكن ان تؤثر في الجانب الاسرائيلي تاثيرا يعني نقول عليه يوجعه يعني. فبالتالي هو هيفكر كثير جدا وبعمق شديد جدا قبل ان ينفذ او يقوم بمثل هذه الاعمال. وهذا واضح يعني. وتوسيع النطاق العمليات على كافة الاتجاهات هو ده أصلا من البداية، يعني الجميع لا يود أن يتم. صحيح. ولا يرغب فيه، وضبط النفس هنا مطلوب من الجميع، ولكن الجانب الإسرائيلي نظرا لخسائره اللي موجودة على في اتجاه غزة وعدم تمكنه زي ما قلت من البداية في تحقيق أهدافه يمكن أن يحول الاتجاه في اتجاه آخر، ولكن أنا بأؤكد أن هذا لن يعني صعب أو أن يتم، وخاصة أن الجانب الأمريكي يمكن أن يضغط على إسرائيل في حالة تعارض المصالح، وده طبعا هيبقى تعارض المصالح هنا هيخلي الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتنفيذ أو لوقف إطلاق النار إن شاء الله في اتجاه غزة، وده يمكن يعني يبقى دور رئيسي للمخابرات الأمريكية. أخذ من كلام حضرتك سيادة اللواء، يعني اللي بيحصل دلوقتي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ده وارد أنه يخفف من الضغط على غزة؟ هل تملك إسرائيل رفاهية فتح حرب جديدة وهم بالفعل يعني مستنزفين سواء في الأمور المادية أو في العتاد أو في الجنود اللي موجودين على الأرض؟ زي ما حضرتك قلت كده، يعني هو حتى دلوقتي يعني الذخائر بتاعته اللي هو بيستخدمها بدأت تقل وبدأ يطلب، وهناك يعني نفاذ كبير جدا لهذا المخزون سواء كان عنده هو في اسرائيل او من الدول الداعمه ليه، بدليل انهم امدوه بانواع مختلفه من القنابل لم يتم استخدامها مطلقا من قبل، يعني مش عايز اقول مطلقا يعني على هذا النطاق وعلى هذا بهذا الاتساع وبهذا العمق. فبالتالي الموضوع يعني في صعوبه
الاتجاه على هذا الاتجاه، بالإضافة إلى التعرض السكان إسرائيل على هذا الاتجاه برضه باتجاه جنوب لبنان وخاصة من حزب الله، إذا هيكون إلى نيران شديدة وعمليات قوية يمكن أن تؤثر على هؤلاء. بالتالي أيضا بالقياس المنطقي الآن نرى حجم النزوح الداخلي عنده، وبالتالي صح. ايضا الهجر او العوده الى الاصول بتاعتهم في اماكن او في دول الغربيه التي اتوا منها. طب هل تتوقع سياده اللواء سريعا، هل تتوقع انه قواعد الاشتباك ما بين الجيش الاسرائيلي ويعني حزب الله يمكن ان تمتد بعيدا عن القرى والمناطق المتاخمه، يعني تمتد الى مدن اخرى، ولا ستظل قاصره فقط على الشريط الحدودي؟ طبقا لما هو وارد وموجود يمكن ان تتسع الى جهه اخرى في حاله الاعتداء على المدنيين في لبنان. فبالتالي هيتم استخدام وسائل اخرى تؤثر في العمق الاسرائيلي، وهنا ده طبعا يعني له حساباته وبيتقال عليه في تقدير الموقف للجانب الاسرائيلي بينظر اليه بنظره خاصه جدا يعني. أكيد كل الشكر ليك سيادة اللواء محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك.